صرخ وصرخ صرخ صرخ لدرجه ان الناردين اتخضت وتوترت شويتين. لحظه يعني كنا كلنا مستنيينها بقالنا فتره طويله علشان البروجكت دوت حاجه كبيره قوي عند كل اللي اشتركوا في صنعه. يعني نقولك ألف مبروك الغرفة 207. كلنا اتخضينا وترعبنا، فأنت ناوي تعمل فينا ايه اكتر من كده؟ هاخدكم اكتر. لا ان شاء الله، الله يبارك فيك. طبعا اولا الله يبارك فيكم كلكم. لحظة يعني كنا كلنا مستنيينها بقالنا فترة طويلة علشان البروجكت دوت حاجة كبيرة قوي عند كل اللي اشتركوا في صنعه. يعني ورق مش كتير بتقابل من اول مره، ورق قوي ومحكم في جانرا ما عندناش فيها غزاره انتاجيه بقالنا فتره طويله، وهي الجانرا بتاعه المسلسل اللي هو الدارك سسبنس والثريلر. مش رعب قد ما هو اثاره دراميه قوي يعني. فلما قريت المسلسل من اول حلقه كلمت استاذ ممدوح السبع المنتج، كلمت المخرج، كلمت المؤلف، قلت لهم محدش هيعمل المسلسل ده غير جدا جدا والله العظيم. يعني انا بحاول بس بقدر الامكان باختصار اوصل لكم قد ايه الموضوع كان عندي ونفس الشيء عند الناس الصناع الموضوع اللي قروه وتحمسوا ليه جدا جدا جدا. المسلسل عن رواية احمد توفيق، هل انت قريت الرواية ولا عجبتك الرواية؟ قريتها. والموضوع بالنسبة لي لما يعني ما بحبش لما بيبقى في حاجة ليها علاقة برواية مكتوبة قبل كده وبيتعمل منها نسخة مختلفة درامية سواء فيلم او مسلسل او يعني whatever العمل ايه، لو انا ما كنتش اعرف في الرواية ما بقراهاش الا بعد ما بخلص، لو انا ما كنتش قريتها اوريدي او الاصل من الموضوع. يعني الراجل البعض شاف ان الفيل الازرق فيه دخلة كده، يعني فكرة انك تخش الاوضه تطلع في مكان تاني، البرومو شوية ادانا الفكرة دي، فده له فعلا علاقة ولا الموضوع مختلف؟ اكيد تمام، اكيد له علاقة، يعني مش هيبقى له علاقة بحاجة تانية. لا طبعا هو عشان الموضوع، بس انا قلت لك الجانرا بتاعته عامله ازاي. فبقدر الامكان هو حتى كمان الموضوع مش فكره احرق لكم، لانه حتى لو انا اتكلمت مش هتفهم حاجه. لا مش فكره كده، لازم تتفرج علشان الموضوع يعني مغزول بخيوط كتير قوي قوي في بعض، صعب عليا اني انا اشرحها لك كده بالبق. يعني احتفالك مع الاهلي بقى المسلسل ده جات لك كورونا وتعطلت فتره، انا وقيت والله مش انا بس يعني لا المسلسل شاف ظروف صعبه جدا، بس الحمد لله الحمد لله رب العالمين. بشكر ربنا من كل قلبي وبقول الحمد لله انه كان واقف جنبنا في ظروف صعبه جدا. اولا خد وقت اطول من الوقت اللي المفروض كان يتصور فيه، يعني مسلسل 10 حلقات جاهز كتابته بنسبة 90%. الشتاء اللي فات كله احنا صورنا في الشتاء اللي فات كله، يعني من شهر من اواخر 9 لحد اواخر 2، فالموضوع كان بالنسبة لنا والشتاء بقى كان قارس اللي فات لو تفتكروا. المسلسل فيه صيف وشتاء وبحر ومرسى مطروح، ويعني الموضوع كان قاسي جدا جدا في اثناء ظروف تصوير، غير طبعا تصوير المشاهد، تصوير المسلسل اللي هي تصوير مشاهد صعبه مش سهله ابدا على كافه المستويات قدام الكاميرا وورا الكاميرا. عايزين نتكلم بقى عن الاهلي كمان اللي احتفالك مع الاهلي طبعا، وانت علبت الدنيا. لا طبعا انا احتفالي لان انا اهلاوي صميم جدا جدا جدا، وده من اكتر الحاجات اللي بحس انه الواحد عنده باشن ليها، يعني دايما معاه والاخر الكون يعني على راي جمهوره العظيم. يعني هتابع كاس العالم كمان ولا لا؟ اكيد ان شاء الله، ممكن يعني واحده. المسلسل في اجواء رعب، هل كان في مشاهد حصل فيها عكسات او حاجه او حاجه من الحاجات دي ولا كانت دي مشاهد؟ حصلت شويه حاجات كده بس يعني زي ايه؟ يعني مثلا كان في مره كنا بنصور في ريسبشن وكانت حفله في المشهد، يعني حفله كبيره، ففي حد من السادة الممثلين اللي معانا مش الرئيسيين يعني صرخ
وصرخ صرخ صرخ لدرجه ان ناردين اتخضت وتوترت شويتين. لوحده احنا مش معاه, احنا ما نعرفوش, هو من المعازيم, فكنا نعمل بروفات يعني مجاميع يعني. فصرخ صرخ وتشنج والله العظيم ثلاثه. فكلنا طبعا وقفنا تصوير, كنا بنصور كاميرا دايره, وقفنا تصوير رحنا شفنا فيه ايه يا عم مالك بتاع, واحده واحده كده. فالولد راح باصص لنا بصه كده ومره واحده هدي وبقى. فعرفنا بعدين ان هو كان يعني عنده شويه كهرباء زياده مثلا حاجه كده يعني. بس احنا ترجمناها في وقتها حاجه ثانيه خالص مثلا يعني, دي حاجه كده والله. بس التوقيت عجب المسلسل مع الهالوين, واحنا في الاجواء مناسب جدا 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 يعني. الهالوين داخل علينا ومسلسل الغرفه 207 هيتعرض فيه. اسوأ كابوس حلمت بيه وانت بتصور؟ اكيد حلمت بحاجات. انا كنت بنام اصلا تقريبا يعني, كنت بنام كتير اصلا. والله لا ما... الحمد لله يا عم. ليه تجيب لي كوابيس؟ هي كفايه الكوابيس اللي احنا عشناها في المسلسل في المشاهد يعني. اشكركم جدا جدا. اشكركم في رمضان. طيب افرجكم ان شاء الله باذن الله. يعني ما اقدرش اتكلم كتير قوي, بس في حاجه حلوه قوي ان شاء الله بنحضر ليها, مسلسل اسمه بطن الحوت, تاليف واخراج احمد فوزي صالح, وده معلن يعني معلن عنه يعني. اشكركم جدا.